الإنسان صاحبه مثلاً، أو حتى يعني المحضن المكان يساعد. أنتم الآن الحمد لله في محل داخلي، فوجود هذا عندكم قدوة وصحبة صالحة وبيئة تساعد لهذا. أيضاً المحاسبة، إنه الإنسان يحاسب نفسه، هذه التخلف المحاسبة. في شيء عندنا اسمه يوضع نفسه مؤشرات، تعرف مؤشرات؟ أدخلكم في هذا الجانب ولا ما له داعي؟ هي المحاسبة عموماً. المحاسبة، هذه المؤشرات هي الآثار، يعني أنا كيف أعرف إني تخلقت بهذا الخلق؟ أو كيف الطالب تخلق؟ مثلاً إفشاء السلام، مثلاً قيمة، أشوف أنا صار يفشي السلام، هو ماشي يسلم على هذا، يسلم على هذا، هذا عندي مؤشر إنه بدأ يتخلق بهذا الأخلاق. انتشر السلام فيما بيننا، هذا مؤشر انه في المنظمة او في الجمعية او في المعهد انتشرت هذه القيمة، قيمة السلام. وعلى فكرة شيخ محمد وشيخ صاحب، لما تسير الغرس القيم على بشكل جماعي ترى يساعد في وصول القيمة بشكل كبير. لما يكون مثلا مجموعة كبيرة عندهم قيمة واحدة تبدأ آثار القيمة تظهر على المنظمة وعلى الجمعية، زي السلام مثلا. إذا وجدنا إفشاء السلام صار بشكل كبير، فنحن يعني كذا حققنا شيء كبير. إذا القدوة، الصحبة الصالحة، البيئة، المحاسبة، الآثار، المؤشرات، الآثار قلنا. طيب، اللي نسميها الآثار، آثار واضح يعني. أيضا الاختبار، الاختبار. كيف الاختبار؟ يعني توضع الطالب في محك تختبره، تمام؟ تجده مثلا انت تتعمد بنشاط، يعني مثلا نمر امامه، نمر امامه، او هو يمر امامنا، هل هو يسلم او لا يسلم؟ ممتاز. فاذا سلم بمعنى انه قد تخلط يعني به. ممتاز. يعني عندنا صفه مثلا الغضب، طيب شخص يغضب ونريد ان نعالج فيه، قلنا له اثار الغضب مدري ايش السيارة، ثم عرفنا ايش معنى الغضب عنده، ثم اردنا ان نتخلق. هو عرف انه الان الغضب صفه ذميمه غير ممدوحه، وعرف معنى الغضب، ثم في التخلق وضعناه في نشاط رياضي وصار فيه حيويه وكذا. هذا هنا محك، اذا اشتبك هو وزميله في ذا نجده يغضب وكذا، معناه انه ما زالت القيمه لم يكتسبها. فهذا هو الاختبار، هو المحك. تقييم مثلا يا شيخ محمد، لما يجلس المعلم مع الإدارة نقيم فلان، فعلا هذا صار في تحسن في الجانب الفلاني، يعني قيمة معينة. فأيضا هذه من التقييم، من الأساليب التربوية التقييم فيها. طيب كيف ممكن نعرف أنه نتخلق الأخلاق الإيجابية؟ نحن عرفنا هنا إيش الإيجابية أدلتها، وأخذنا معنى الإيجابية ضد الكسل. طيب وكيف نتخلق بخلق الإيجابية؟ نضرب مثال، يعني كيف ممكن نعرف أنه يتخلق بخلق الإيجابية؟ هل نرى آثار الإيجابية؟ يعني رجل مبادر، بمعنى لو احتجنا شيء تجده على طول يبادر عنده إيجابية، أنا لها. من يذهب إلى المكان الفلاني؟ أنا لها. من مثلا يعني الحراسة، عندكم حراسة هنا ولا ما في؟ نعم، طلاب حراسة، من يبادر لها؟ طيب هذا الإيثار أيضا من الإيجابية، من المرادفات الإيجابية، تريده يؤثر، ليس أنانيا يريده كل شيء له، لا يؤثر أصدقائه. فهذا التخلق بهذا. نجد أنه مثلا لما يضع لنفسه مثلا المحاسبة، نجد ها إذا كان نجده مثلا لا والله وقت ما نحاسبه يعني أنه فعلا تخلق بخلق الإيجابية. فهذه الأساليب هي الميزان التي نحكم عليها، هل وصل الابن او الطالب الى ان تخلق بهذا الخلق ام لم يصل، من هذه الاساليب اللي هو التخلق. الاسلوب الرابع والتاء الرابعه اللي هو التمثل. ايش معنى التمثل؟ ايش معنى التمثل؟ نكون مثالا. خلاص اصبح مثالا، اصبح هو يدعو كمان لهذا، فاصبح عنده تصبح جزء من ذاته، خلاص معروف كل ما مر يسلم على الناس، انتهى. لا شعوريا، الان اللي يسوق السياره يسوق يروح يسافر، لكن هل يتذكر انه الناس بنزين فلان كذا؟
ما يتذكر خلاص أصبحت يعني خلاص أصبح شيء أوتوماتيكي. أيوة التمثل أن يصبح يعني أن يصبح جزء من الحياة جزء من حياتك خلاص أن يصبح مثالاً خلاص يقتدى به مثالاً يقتدى به. إيش كمان قلنا غير مثال يصبح سلوك راسخ سلوك راسخ يدعو يمكن من الأساليب التربوية هذه اللي فيها. طيب من الأساليب التربوية التي يعني التربوية في التمثل إنه الدعوة إلى الخلق ها خلاص هو تمثل الدعوة يعني خلاص يدعو الناس ويعلمهم وصل إلى أنه مثال يقتدى به. أيضا من الأساليب اللي هو قلنا برضه من هنا المعايشة والمخالطة أشياء كثيرة من هذا تكرار العمل أيضا من هذا إنه دائما هذا خلاص أصبح سجية عنده كل ما مارس أصبح إذا على طول أخطأ عنده قيمة الاستغفار عليه استغفر الله استغفر الله ذكر الله يلازمه قيام الليل هذه قيمة عالية أصبحت عادة وسلوك عنده خلاص يوميا يقوم الليل. يعني بعض ممن نعرف ذات كبار السن حتى والله لو نام في ساعة متأخرة لابد أن يستيقظ قبل الفجر بساعة مثل ما تعود. جدتي عليها رحمة الله ماتت قبل يعني فترة بسيطة وهي كبيرة في السن تقول تسألني تقول لي يا ابني أنت دائما تصحيني قبل الفجر بساعة ما صحيها هي خلاص احتادت فظنت إنه في شخص يجي صحيها للقيام بالليل حتى لما نامت يوم متأخرة يعني قالت في أحد جاء صحاني لا خلاص أصبح سلوك وشيء تمثلت فيه يوقظها نفسها خلاص في هذه الساعة تستيقظ وتقوم تصلي لله عز وجل وهم من العوام لكنهم قيمة قيام الليل عندهم عالية عندهم تيقظ عالي بهذا القيمة فهموا وتعقلوا معناها وعرفوا أنه فيها يعني أجر وثواب وأنها تقرب من الله عز وجل تخلقوا بها أكيد أن هي جاهدت نفسها في بداية عمرها أصبح المثال تحتذى أرجو أنه كنا وصلنا وهذه هي ما يعبرون عنها يا شيخ محمد بهندسة القيم بعض الألفاظ في الدورات يسمون هندسة القيم يعني هذه معناها من باب بس اسم تسويقي لها. إذا يا أحبابي أي قيمة نريد أن نغرسها في نفوس الأبناء طيب لا بد أن نستخدم فيها هذه التاءات الأربعة فهي تساعدنا في توصيل حقيقة القيم والأخلاق والسلوك وما نريده في نفوس أبنائنا. إذا انتشرت هذه يا شيخ محمد بيننا هذه الأساليب وتعودنا عليها تصبح يعني بسيطة عندنا يمكن الآن مستصعبينها لكن بعد التربة والتعليم وتطبيقها أكثر من مرة تصبح عندنا ديناميكية على طول بسيطة على طول نبقى قيمة على طول أول ما نبدأ لابد أن نوقظ الهمم نوقظ النفس نوقظ الوجدان الداخلي ثم نشرح إيش معناها والفهم ثم نبدأ ندربهم على التخلق بها ويجعلها سلوك ثم بالأخير نصل إلى النتيجة وهو أن تتمثل عندهم هذه الأخلاق. إذا أحد عنده إضافة عنده استفسار عنده شيء بيقدمه